إذا نعود مشاهدينا الكرام إلى ملعب الدفاع الجوي في القاهرة قبل ثربة البداية لمباراة السنغال تنزانيا، الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، مجموعة ضم إلى جانب السنغال وتنزانيا الجزائر وكينيا في مواجهة منتظرة بعد هذا اللقاء. مباشرة إلى استعراض التشكيلتين، تشكيلة المنتخب السنغالي خيارات اليو سي سي، هذا الحكم التونسي صادق السالمي في إدارة هذا اللقاء، يساعدوه كل من أنور هميلة الليبي محمد عيسى، والحكم الرابع التونسي هيثم جيراد. ضربة البداية للمباراة والكرة الأولى للمنتخب التنزاني. كرة تشكيلة منتخب السنغال، إدوارد ميندي في حراسة المرمى، للدفاع على أطراف 12 يوسف صبالي، 22 موسى واجي، في محور الدفاع 6 صليف صاني و3 كاليدو كوليبالي. نتابع هذه الكرة لمصلحة المنتخب السنغالي منذ البداية. شيريا سرحيل، هذه كرة خطيرة إمكانية للمنتخب السنغالي. التصويب ما زالت، وعلى مارتينا ايتشي مانولا يدخل مباشرة في صلب الموضوع منتخب السنغال. كرة عرضية قاطعة في وسط الملعب، افتكاك ودفاع التنزاني موجود في الابعاد من كيلفين يونداري، مازال داخل سنغالي زاني. فيصل سالوم يستعيدها كرة إمكانية وفي الشباك الصغيرة، كرة مباين يانغ. مباين يانغ للمرة الثانية تقريبا في انفراد مع ايتشي مانولا. المرة الأولى تصدى حارس التنزاني، والثانية تصويبة مباين يانغ جانبية 5 متر 5. حسن رمضاني والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية اسماعيل السار، حط كورة وكي ممتازة في دار المدافع كابرييل، وما زالت الكورة في الملعب. يدخل كابرييل، تخرج من كيلفين يونداني، ساديو ماني، تغطية موجودة من كيلفين يونداني، وقبل كنية من مسوفا، يمشي سيمو مسوفا، وضربة المخالفة ممكن مع الانذار، قوية تدخل والانذار لبادونداي. امامنا بوانا سماتا يرفع كوره، التمهيد بالراس من شو كوره الى خارج ارضيه الملعب، رميه التنفيذ، خروج الحارس ايتشي مانولا، وضربه مخالفه في الدفاع التنزاني. ضربه كوره سماتا، والتصويب في كوره من منتصر يحيى، ودفاع السنغال يحط كرة خارج الملعب، إصابة لسليف ساني. قلب دفاع منتخب السنغال وتشالك الألماني، 30 مباراة لسليف ساني مع السنغال. الصعوبة يخرج مانولا أمام مباين يانغ، ما خذاهاش الحارس ايتشي مانولا، لكن يتارك الدفاع، حاول يبعد على مواتيكا، وتدخل قوي، التدخل من دافيد مواتيكا. شوف طبعا يعني تخوفات اليو سي سي منذ لحظات، يغسل سليف صاني وعاد، ممكن كان يكون قرار اخر. هذه كرة تنفيذ بالراس، الصعود من كاليدو كوليبالي، بعيدة راسية كاليدو كوليبالي فوق مرمى الحارس. اخر ربع ساعة من المباراة، نفس المجموعة منتخب كينيا صاحب التجربة والخبرة، واجه صعوبات كبيرة للخفاع، يعني أقل حاجة على بعد متر من جدار الدفاع والأرقام، لكن النتيجة متعادلة لحد الآن. دون كورة كيتا بالدي، والهدف الأول كيتا بالدي، يفتتح التسجيل، تمريرة ممتازة، ياخذ كورة باليمين يصوب باليسار، أرضية بالدي وباخت ايتشي مانولا، ويفتتح التسجيل لأسود التيرانغا. 1-0 منتخب التنزاني، لم يصمد إلا تقريبا 26 دقيقة. 1-0 كيتا بالدي. في ايفرتون كان طبعا محط انذار، هذه كره خطا في الدفاع، لكن يونداني التوسيع، ممكن الثاني اسمع السار، والتصويبه بعيده، ما هذا اسمع السار،
والتصويبة بعيدة. فرصة هامة لإضافة الهدف كوياتي على مارتين كوياتي والهدف الثاني والهدف الثاني لا يقول ثم لمسة يد. صدق السن يقول لمسة يد. ننتظر الإعادة ننتظر الإعادة. يتعدى إسماعيل السار يبعد لتشوبوكو وضربة المخالفة وتدخل يستحق الإنذار. تدخل تشوبوكو نجح إسماعيل السار قال. والجزائر يوم 27 جوال جولة الثانية كيتا باتي كورة استلام والتصويب التصويب بعيدة كورة بادونداي ضربة مرمى لتنزانيا. نتابع هذه الكورة بعيدة بعيدة كورة منتخب السامتا سامتا ورجع ثم تسل ثم تسل منذ البداية. التوزيع كرة بالراس ومانولا تحت العارضة يحولها إلى ضربة ركنية. منذ الدقيقة الأولى قريب جدا منتخب السنغال من إضافة الهدف الثاني. ضاعت الأولى من كيتا بالدي أخرى كيتا بالدي في القائمة الثاني والدفاع التنزاني. واضح أن منتخب السنغال يريد أن يؤمن الأسبقية ويؤمن النتيجة تفاديا لمفاجآت غير سارة في هذا الشوط الثاني. كيتا بالدي يرفع كورة بالرأس وجانبية جانبية كورة شيخو كوياتي. شيخو كوياتي كان أسبق لسار. اسمع لسار كيتا بالدي يخطى التصويب ما خذهاش كما يلزم. كيتا بالدي زال كورة في دين آيتشي مانولا. هو التغطية من متأثر يحيى مسات كورة كريبا دياتا وفي الأخير كيلفين يونداني حط كورة في الركنية. ترجع من تشومبوكو وتصويبة بعيدة من موسى واغي. بعيد ترجع له كورة من جديد يرفع بعيدة بعيدة على سيموم سوفا. إدريسا ودفاع في وسط أربعة خمسة مدافعين. إدريسا إسماعيل السار حط كورة لكيتا باردي والدفاع من دافيد إسماعيل السار. ترجع من يونداني إسماعيل السار إسماعيل السار وتدخل من آيتشي مانولا بعد ما خذ الأسبقية على يوسف سابالي مع إنذار إنذار لسيمون سوفا. سل مرمى آيتشي مانولا ممكن هذه باي ممكن هذه باي وأمامه حوزته كرة من ركنية كيتا بالدي. ترجع كرة ثانية وين التصويب التصويب جول كريبا دياتا قوية جدا كما شاهد كريبا دياتا ما يخلي حتى إمكانية لآيتشي مانولا والهدف الثاني لأسود التيرانجا قوية جدا كورة كريبا دياتا لعب بروش في كورة مرتدة وحده كما جاء دون ترويض قوية من كريبا دياتا يمضي الهدف الثاني لمنتخب السنغال. وفي نفس المجموعة مالي موريتاني هذه كورة كورة لسامتا وثم تسلل ضد مباونا سامتا متسلل متسلل لعب في كون لعب في نيس وباستيا وانتقل لنيم منذ الفي وسيمبا. المخالفة لمتثر يحيى يتعرض ليسار قوي على اطراف مع جابرييل يرفع كورة يرفع كورة وآيتشي مانولا قبل امباينيان والمخالفة ضربة مخالفة للمنتخب السنغالي. شوف نقص التجربة والخبرة كوياتي ام ادريسا كاناكيي. ادريسا تصويب تضرب في الجدار ترجع كورة يوسف سابالي يوسف سابالي لسادات يوكس بينما التنفيذ التنفيذ من مالك فريدي. كوماتا سامتا لتشومبوكو ودفاع كوين دياتا خطيرة كورة يتعدى اسماعيل السار التصويب عرضية كورة اسماعيل السار. منتخب السنغال يقول الهدف مقابل صفر بعد ادخل في سلسلة ايجابية سواء على مستوى التصفيات كنت تصدر المجموعة الأولى في تصفيات كان 2019
مجموعة ضمت مدغشقر السودان وخين الاستواء 16 نقطة من 6 مباريات 5 انتصارات.